الو، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك هادي من العراق. اتفضل يا استاذ هادي. لماذا علي بن ابي طالب لم ما يقدم هو للنبي صلى شهادتك؟ الله عليه وسلم الكتاب؟ ما أعد سؤالك، أعد. لماذا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه لم يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم الكتاب عندما قال: ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا؟ لماذا لم يقدم الكتاب؟ ممتاز. الآن هل تستطيع أن تخرج الرواية وتقرأها؟ اتفضل اقرأها من عندك أنت. أولا الكتاب، الرواية تقول يكتب لكم وليس لنا. أي حبيبي؟ يكتب لكم، أي لكم؟ أن المجموعة التي عرضت الرسول، نعم، يكتب لكم وليس لنا حبيبي. الحزب الذي قال لجماعة عمر يكتب لكم، أي لجماعة عمر. وعمر ده مين؟ معلش معلش، منهم واحدة من واحدة قال واحدة 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 واحدة. ده مين اللي فسر التفسير العقيم ده الذي لا ينجب طول حياته؟ من الذي فسر هذا التفسير العقيم الذي لم جيد ينجب في حياته؟ مين اللي فسره؟ مين من علمائك حبيبي، قال الكلام ده؟ اتفضل. ممتاز. أولا أنت تريد تفسير من هذا الشيء. يا حبيبي، الآن نحن عرب وكل إنسان يعرف اللغة العربية. الآن يكتب لكم لنا أم لكم مجموعة؟ أنا من أقول يكتب لكم طب مخصوص ماشي بهذا ماشي، الشيء. معلش واحدة واحدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ائتوني بكتاب اكتب لنا؟ يعني ممكن يقولها اكتب لنا؟ لا، هو حزبين، صار هناك خلاف بين حزبين. الحزب الذي يوافق رسول الله قال يكتب لكم وليس لنا، نحن غير مشمولين في هذا الكتاب. مين أي انتم؟ أن ما انا عايز المشمولين اسال، بهذا مين انتم؟ الكتاب مين انتم؟ الذي هو بيقول عمر لكم وجماعة عمر. دلوقتي اللي كانوا قاعدين، مين اللي كانوا قاعدين؟ عمر نعم، مثلا، ابن وعلي بن ابي عباس، طالب، وابو ذر. الحزب اسمعني بس، الذي وابو وافق ذر رسول الله وسلمان. يعني قرروا يكتب يكتب ليهم؟ لكم. يعني ايه يكتب لكم؟ يعني انا نفسي افهم، نعم، يعني يكتب لكم يعني ايه يعني يكتب لكم؟ اسمعني يا وليد، اسمعني. الآن غرفة رسول الله فيها حزبين، حزبه يقود عمر وحزبه يقود يقول الإمام علي. جيد، حزب عمر قال ماذا؟ من هم من قالق بقول عمر؟ أي قول عمر ماذا؟ لا تقربوا. ومنهم من قال قربوا يكتب لكم. من الذي قال قربوا يكتب لكم؟ الحزب الثاني. هذه قربوا يكتب لكم للحزب الثاني أم مشمولين الحزب الأول بهذه العبارة؟ خلصت كلام حضرتك؟ خلصت الحش؟ جيد، خلصت. طيب، نعم. أولا الفريقين ما كانوش فريقين والله، كانوا فريق واحد، ولما حصل لغط أصبحوا فريقين. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم لسه بيقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكتب لكم كتاب، ما كانوش فريقين والله، كانوا فريق واحد، وبعد ما حصل يا اللغط حبيبي الرسول ما أصبحوا قال يكتب. فريقين. أنت بقى جبتهم فريقين من الأول إزاي؟ نفسي أفهم بقى. لا 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 لا، هذا تدليس. تدليس أولا فين يا الرسول ابني؟ قال يا ابني ائتوني بقلم النبي مقطع صلى الله عليه أكتب وسلم، لكم النبي كتاب. صلى الله عليه من وسلم قال إيه؟ جيد، ائتوني من هم؟ بكتاب أكتب لكم. لكم يعني للي موجودين. فلما حدث اللغط نعم، أصبحوا فريقان. مش هم جالسين مع النبي صلى نعم. الله عليه من وسلم، الذي قال أهلي قربوا وزمالك يكتب في لكم؟ الأول، فأشار للأهلي وقال أكتب لكم وترك الزمالك. جيد، من الذي قال قربوا يكتب لكم؟ دلوقتي حزب معلش عمر أم حزب ابن خلاص يا عباس؟ سيدي، خليهم فريقين. أكتب بص، هيكتب لمين؟ هيكتب لأنصار عمر؟ هيكتب لأنصار عمر؟ نعم، جميل أوي. طيب، نعم، إذا كان هيكتب لأنصار عمر، والعمر كتاب لن يضل بعده نعم، أبدا، وأنصار عمر نعم، رفضوا، فلماذا علي بن أبي طالب لم يقدم نعم. الكتاب؟ أولا الإمام علي عندما رفض عمر وأصحاب عمر الذي مخصوصين بهذا الكتاب، أي أن الخلافة بعد رسول الله للإمام علي، هم رفضوا هذا الكتاب
بعد ما فائدة الكتاب عندما يكتبوا هم رفضوا هذا الكتاب يا حبيبي؟ ما هو في حاجة اسمها رسول في الدنيا؟ معلش معلش هو في معلش معلش واحدة واحدة أن واحدة عمر وقف واحدة الوحي هذا خطأ يا حبيبي واحدة 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 هو في رسول في الدنيا اسمعني بس اسمعني خطأ كبير وقعت فيه اسمعني. وقعت فيه خطأ كبير الله عز وجل هل الله يستطيع أن قتل إبليس؟ إبليس جاي خلاص انتهيت لا يستطيع قتل إبليس اسمعني بس اسمعني افهم يا ابني افهم افهم ابليس ابليس الان يوقف هود الله بس افهم يعني انت جاي تو... يا ابني افهم يا ابني يا ابني افهم يا ابني استطاع ان يوقف هود الله في يا ابني افهم يا ابني يا حبيبي الان يا ابني افهم مش هيسمع نعم. يا ابني افهم الان انت تقول ان عندما حدث اللغط النبي لم يكتب ده اي رسول في الدنيا نعم. اللي يحدث امامه لغط فيكون موحي من الله وانها رساله لابد ان تكتب ولا يكتب شلون نفسي افهمها ازاي رسول مامور من الله ان يكتب وعندما يحدث اللغط عندما يحدث اللغط فالرسول ده يمتنع عن الكتابه يمتنع عن الكتابه من اجل اللغط اجاوبك اتفضل لماذا لم تقل ان هذا المنع الذي اتى لرسول الله هو بوحي كذلك يعني ماشي هنقوله بوحي يبقى إذن الوحي نعم. إذن الوحي ينزل على النبي صلى نعم. الله عليه وسلم وقال له قل لأمتك هاتوا الكتاب نعم. أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده خلاص فالوحي نزل مرة نعم. تانية وقال له طالما هم مش عايزين الكتاب فبلاش تكتبوا يا محمد جميل نعم جميل أو نعم. يعني دلوقتي إحنا في ضلال لعدم كتابة الوحي كتابة الكتاب ده صح أصبحنا في ضلال لأن هذا الكتاب لم يكتب أولا هذا الكتاب كتب من قبل الرسول دلل فيه كثير الله. من هذا الشيء ولم يشير إليه أما ككتاب تأكيد على الكتاب في رزية الخميس طب الرسول كتب فين يعني قبل كده كتب فين قبل كده كتب فين في كثير من المواضع اشار الى قبل كده كتب فين انت بتقول كتب قبل كده رزية الخميس اراد تاكيد هذا الشيء يا باشا يا استاذ يا استاذ انت تقول انه كتب قبل ذلك كتب فين ليس قلت لك كتب ما قلت لك كتب الرسول في جميع في كثير من المواضع اشار الى خلافه الامام علي بعده يعني أشار ما أكدهاش في رزية الخميس اسمعني نعم بس أشار يعني قول الرسول وفعل الرسول وتقرير الرسول هو حجة الآن في رزية الخميس أراد أن يؤكد هذا الكتاب يعني الأحاديث الأولانية كلها إشارات اسمعني بس الأحاديث الأولانية كلها إشارات نعم صح فأراد أن يؤكد نعم هذه الإشارة بالكتابة فامتنع عن الكتاب يعني الأحاديث نعم ما زالت إشارات لان ما فيش كتاب يؤكد لا 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 الان انا وانت والناس الفاهمه الناس الفاهمه والناس اللي عندها عقل تهتدي بقول واحد رسول الله تهتدي ما. الان عمار وياسر والمقداد فهموا رسول الله بكثير من هذا بالحديث ولكن ازاي فهموا ازاي معلش ازاي عمار وسلمان فهموا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبرأوا من عمر ولم يتبرأوا من عمر وأثناء خلافة عمر ولاهم عمر على أماكن في العراق إزاي بقى شلون حبيبي أنا ما جاي أتكلم عنك ولاهم أمام ولاهم الكتاب لعمر بن الخطاب وحزب عمر لا إله إلا الله طب بص أنا عندي سؤال أخير ليك عشان عندي سؤال أخير ليك عندي سؤال أخير ليك عندي سؤال أخير ليك اسمعني اسمعني بس اسمعني بالله عليك اسمعني اسمعني بس اسمعني اسمعني بلا خرط بلا خرط بالله عليك بلا حشي اسمعني اسمعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له اسمعني بس على وجهك اسمعني والله بين على وجهك اسمعني بس اسمعني اسمعني يا رجل يا باشا اسمع بس خلاص اشتم براحتك يا زيد اشتم براحتك اسمعني اسمعني لا لا ما اشتم انا طبعا اسمعني وانا مش هتسمعني مش هتسمعني وطيت عليك الصوت عشان تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أكتب لكم كتاب لن تضلوا بعده لن تضلوا بعده ما معنى لن تضلوا بعده تفضل نعم
نعم ما لن تظلوا بعدي لعمر وجماعة عمر. يعني معلش يعني لن تظلوا بعده، أي أن هذا الكتاب أراد رسول الله أن ينصب علي بن أبي طالب. يا باشا سيبك بقى من تنصيب دلوقتي، أنا بسمع، أنا بقول لك لن تضلوا. ما معنى لن تضلوا؟ أنا ما قلتلكش هينصب مين، ما معنى لن تضلوا؟ تفضل. أي لن تضلوا عن سنة رسول الله وعن كتاب الله، لن تضلوا، صح كده؟ طب كيف نعم. يقال لضلال لن تضلوا؟ كيف يقال لضلال لن تضلوا؟ لن تضلوا يعني شو ضلال لن تضلوا يعني؟ هم مش أبو بكر وعمر وعثمان ضلال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول نعم. لهم لن تضلوا؟ نعم، اولا الكتاب عندما كتب لعمر لن تضلوا، اي انه حتى الناس تشهد عليكم هم ضالين ضالين. كيف يقول لضلال لن تضلوا؟ كيف يقول لضلال لن تضلوا يا حبيبي؟ الكتاب لهم وللناس يا باشا، هم ضلوا هم ضالين قبل ذلك، والدليل انه يعلم بانهم ينكرون الكتاب. كيف يقول لضلال لن تضلوا؟ عسى وأن الله يهديهم. أها 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 نعم نعم أها. الآن حشرت هذه حركاتك، عسى حركاتك مال واحد مشهور يا حبيبي. أنا لما أجي أقول لك إيه لن أكتب لك كتاب لن تضل، يبقى معناه أن أنت على الهدى. نعم نعم الله يبقى معناه أن أنت على الهدى يقول. وأنا خايف أنك تضل. إنما أنت نذير. الله يقول إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، منذر انذرهم فذكر. لا لا فذكر انذار. انت تنفع الذكرى. القرآن يقول فذكر فذكر انت تنفع الذكرى. يا أستاذ اللغة العربية يا حبيبي القرآن يقول فذكر ان تنفع الذكرى. ذكر يا رسول الله ذكرهم. مش هيسمع مش هيسمع يا أستاذ اللغة العربية. كيف يقال في اللغة العربية نعم. كيف يقال في اللغة العربية لمضل لن تضل؟ ايوه ولا يلا راجع القران الكريم. ايوه ازاي راجع القران الكريم؟ يقول القران الكريم يقول فذكر ان تنفع الذكرى. لا 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 يعني ما لناش دعوه بالذكرى، احنا بنتكلم في اللغه العربيه. لا لا لا. اللغه العربيه كيف يقال لا. لانسان لا ضال لن تضل؟ لانسان ضال ما هو ضال، يبقى ازاي لن تضل يا حبيبي؟ جاي اقول لك القران جاي يجاوبك. انت تقرا القران ام لا؟ انت اي القران ام لا؟ هو اي ايه وخلاص، هو اي ايه وخلاص. نعم القران يقول فذكر ان تنفع الذكرى. يا أيوة رسول الله ذكر ذكر بالقران، ذكر باقوالك. أيوة يا رسول أيوة الله ان تنفع الذكرى. وعمر بن الخطاب لن تنفع به الذكرى. واحده سيدنا سلمان وابا ذر والمقداد وعمار لا المعنيين. يا حبيبي انت شنو حسيتك وين في مار؟ واحده 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 عمر لا اله الا الله. ليش ما خليك تسمع غصب عنك؟ كتمت عليك الصوت. هل سيدنا عمار وسيدنا المقداد وابي ذر الغفاري معنيين ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لن تضلوا؟ اتفضل يلا. نعم معنيين. نعم معنيين بكل الموجودين معنيين. خلاص يا ابني خلاص يا ابني كل سنة طيب. بالسلامة يا ابني بالسلامة يا ابني. يا اخوانا وقع في 30 مطب دلوقتي، هذكر لكم ازاي هذكر لكم ازاي. هو مش في اول كلامه مش في اول كلامه قال ان الخطاب موجه للفرقة العمرية صح؟ قال لك في فرقتين، قال لك في الخطاب الاول موجه للفرقة العمرية، وبعد كده لما سألته هو ناسى هو ناسى. فلما قلت له هل عمار وسلمان والمقداد مخاطبون بلن تضلوا، يعني هو أكل كلامه الأول، أكل كلامه الأول. يبقى إذن الكلام موجه للفرقتين. ليه؟ لأن عمار زي ما هو بيقول وسلمان والمقداد وأبي ذر في الفرقة الثانية. دي النقطة الأولى. نفس المطب برضه وقع فيه، ألا وهو لن تضلوا، يعني معناها ان عمار ليس بضال، معناها ان عمار ليس بضال، معناها ان ابي ذر ليس بضال، معناها ان الصحابه ليسوا بضلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليهم الضلال. وبعد ذلك
فعندما اخشى عليك الضلال معناه ان انت مش ضال، معناه ان انت مش ضال. ليه؟ بقول لك نفذ الاوامر دي حتى لا تضل، حتى لا تضل، دي معناها ان انت مش ضال، معناها ان انت مش ضال. الله المستعان. الله اكبر. هو ولع سيجاره عشان ينفس عن نفسه شويه.